إذا أردنا البحث عن أي معلومة على الإنترنت، فلا شك بأن أول كلمة تخطر على بالنا هي جوجل، إن كان على هواتفنا أو حتى على حواسيبنا. هذه الهيمنة التي جعلتها خيارنا الأول لم تأتي من فراغ، وسر الشركة بدأ يتكشف، بل وقد يؤدي لانهيارها. حكم قضائي قد يغير كل هذه المعادلة بعد إثبات أنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي بأعمالها في مجال البحث. كيف؟ من خلال دفعها مليارات الدولارات لشركات مثل أبل وسامسونج للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت، ما منحها القدرة على حجب المنافسين المحتملين، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكاً غير تنافسي يجب إيقافه. الأرقام التي كشفت عنها المحكمة صادمة. مثلاً، يسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت و95% عبر الهواتف الذكية. وبطبيعة الحال، يعني كونها محتكرة لمحركات البحث استطاعت جذب الإعلانات وفرض أسعار مرتفعة، رغم أن المحكمة لم تجد بعد أن جوجل تحتكر الإعلانات البحثية. أما جوجل فغير راضية بهذا الحكم وتقول إنها ستطعن في القرار.